دي أول حصة لينا سوا في الدويتش. Hey guys, it's me again. أنا جيت! باب الزين هنا في النص حرف متحرك اللي هو الفوكال. الفوكال لما بيجي مع الدو والآ والآس والزي بس بيتغير. يعني ايه بيتغير؟ ما بيعرفش يسلك معهم لوحده. لان الدو والآ والآس والزي لسانهم طويل. لبط. دي موتة ودي فعفع. انا عايز اقول ابويا. ابويا. بحبك يا بابا. هقول. بحبك يا بابا. تعالوا نشوف هو بيتكلم عن ايه. اولا اي حاجة كده استغفر الله العظيم. يوجن هاينسل. ايه ده? ده اسمه عادي ما تقلقش. الرقم ده اسمه ايه? اسمه نول. نول هو. يعني منتصف الليل. انت كده انتقلت من الليل داخل على النهار لان واحده الفجر عندهم يعني واحده صباحا مثلا ماشي هنا الساعه 12 طب ايه الفرق بين دي ودي انا مش فاهم حاجه فاللي في المنهج عندك الاعم هي بلشش بخاخش باشا الحاج يلا يا عم الحاج احنا اصيل لبخه في الكلام اصيل لبخه ده عايز يتعالج ويجينا بحط واحده بس لازم طالما هي مكونه من رقم واحد فهحط قبلها نول هحط قبلها الزيرو ده دبل بونكت نقطتين فوق بعض وعدد الدقائق بتاعي اللي هو دغايسي 30 يعني الساعه 1 ونص اسست اين و دغايسي هتلاقي بقى جايب لك في الاختيارات حاجات مالهاش اي علاقه بالموضوع هو مثلا واحد بيسال هو اللي هناك ده فلان الفلاني هتلاقي مثلا جايب لك في الاختيارات حلو ولا اللي انت تقول تشيس ولا اللي انت تقول ولا انت مثلا تقول اللي تصبح على خير هتلاقي جايب لك حاجات مالهاش اي علاقه بالموضوع واجابه واحده تنفع طيب يعني انا عندي ناس يعني نوعين من الناس بكلمهم اصل انا اكيد مش هقول هو انا ازيني عامله ايه النهارده ام فيغين هو انا لسه قايله لك من خمس دقايق فيغين بيجي معاها ام فيغين بيجي معاها البريبوزيسيون ان دين ما ينفعش فيغين للاسف طب فخه قفست كله ماما اقول وانا تكشي خلص اني اقلص انا بقول لبلغ البوليس يا باشا قبل ما تسخطنا انا برضو لسه قايله لك فخه بيجي معاها ام ما ينفعش يجي معاها ام فخ بيجي معاها البريبوزيسيون ان دا فخ الانثى غيرك دي بس سامحني انت كده خلاص ضامن نص الامتحان معاك في انثى غيرك واحده كل اللي فات ده كان تمهيد لهذا الكلام تمام ذاكر كويس قوي 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 الانثى غيرك دي ذاكر الحاجات اللي قلت لك عليها وطبعا تحل هاوس اوف جام زي تحت الحصه مع الملزمه برده ودانكشن